أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. يوم 4 فبراير يعني 4 فبراير هو اليوم العالمي ضد مرض السرطان. كين يوم 6 فبراير اليوم العالمي بدون هاتف نقال. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة. اليوم سنحكي لكم عن حياة الشخصية ابن بطوطة. ابن بطوطة هو رحال مسلم ويعتبر من أكثر الرحالة المسلمين شهرة. إذا لدى عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسر سعادتي. وأنتم كذلك يا أحبائي، إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد. عمو يزيد.